راح لقمان سليم بعد ما قال اللهم إني قد بلغت. لقمان سليم رائي حر شجاع، مواطن لبناني خرج من قطيع العصبية الطائفية ودعا للمواطنة. كان يعرف إنه دولتنا الفاشلة مش رح تحميه، لأن دولة بوليسية ما بتحمي شعبها من الخطر. دولة بوليسية شغلتها تقمع المتظاهرين وتقوس عليهم. لقمان سليم تهدد من سنة وكتبوله المجد لكاتم الصوت، خبر الأجهزة الأمنية اللي تجاهرت هالأخبار لأنها موجودة لتحمي المافيا الميليشيا. لأي متى بدنا ننطر التحقيقات وتقاتل معروف؟ قد ما نطرنا غير تحقيقات والمرتكب معروف، وبعد ما عنا ولا إيداني، دولتنا الفاشلة شغلتها تجهل الفاعل وتحميه.